النهار، واليوم 4 مايو 2022، وتوقعاتنا الفلكية لهذا النهار، وبداية مع مولود برج الحمل. عزيزي مولود برج الحمل، رح تتحرر من بعض الضغوطات المالية اللي كانت محاصرتك بشكل لا يطاق، ومع ذلك ما زلت ملتزم بدفع التكاليف اللازمة ماديا كانت أو مهنيا. عاطفيا اهتمامك يبدو واضح بعملية بقائك واستقرارك مع الشريك بالرغم من ارتفاع منسوب الانزعاج من تصرفاته معك ببعض الأحيان. مولود برج الثور، الشعور بالقوة والثقة عم بتعيشه من بعد الإحباط المهني اللي عانيت منه بالسابق، ورح يساعدك هيدا الشعور على تحقيق حضور مهني جديد مع محيط عمل على معرفة سابقة معه. عاطفيا موافقك القاسية تجاه الشريك ما إلها فايدة أبدا طالما أنك عم تسعى لتحقيق خطوة أمامية تفيدك بحلحلة موضوع حساس بينك وبينه. مولود الجوزاء، أصبحت بحاجة للتخلي عن المواقف الملونة والموجودة ضمن الوسط المهني يلي كان عم ينفرض عليك بفترة من الفترات، بالإضافة لإجراء مالي جديد بانتظارك. عاطفيا عم بتعيش قلق نفسي واضح مرتبط بوضع علاقتك مع الشريك، ومع ذلك عم بيصعب عليك تقبل أبعادها والتحولات العاطفية اللي تحملتها منه. مولود برج السرطان، أصبح كل همك التركيز على استقرارك المالي بالوقت يلي عم بتعاني فيه من عدم رضا عن وضعك المهني وانعدام الثقة ببقائك بنفس الوظيفة. عاطفيا عم بتعيش حالة تمرير للوقت الضايع ما بينك وبين الشريك، وكأنه علاقتك معه أصبحت تحت سيطرة بعض الأشخاص يلي عم بيتمنوا نهاية حتمية لعلاقتكم سوا. مولود الأسد، أصبحت مهتم بالحلول الوسطية اللي ممكن تفيدك بتحسين ظروف علاقتك مع بعض الزملاء بسبب الاختلاف بالرأي اللي حصل بينك وبينهم وتحول لخلاف مقصود بلحظة. عاطفيا تبدو مضطر للتساهل مع تصرفات الشريك ومواقفه السابقة من بعد ما لمست وتأكدت أنه ردة فعله تجاهك كانت مشوشة بسبب الظروف يلي عشتوها سوا مش أكتر. مولود العذراء، تبدو جاهز لإحياء قرارات مهنية جديدة بتتلاقى مع مصالحك القادمة، والوقت أصبح مناسب للإعلان عنها أو للاستعجال على إتمامها بدون أي تأجيل إضافي. عاطفيا علاقتك مع الشريك أصبحت بحاجة لشخصية مختلفة تماما عن السابق بعملية التعامل معه، حرصا منك على عدم الدخول بأي مشاكل إضافية بيناتكم. مولود الميزان، رح تمدد عملية بقائك بوظيفتك الحالية بحكم الظروف المستجدة يلي رح تجبرك على هيدا الأمر، وبذات الوقت عم بتراهن على عمل جديد مرتبط بمجالك الأساسي. عاطفيا عم بيحاول الشريك إضعاف مواقفك وحضورك بقلبه بالحجج الغير منطقية، وكأنه جاهز لرمي كل الحق عليك دفعة واحدة. مولود العقرب، رح تجدد اهتمامك بترتيب ظروفك المهنية بشكل أفضل حتى لو ما زلت عم تتعرض لبعض الإزعاجات والضغوطات الإضافية من طرف بعض الزملاء تحديدا. عاطفيا رح يكتفي الشريك بمراقبتك والاهتمام فيك من بعيد لبعيد من غير ما يحسسك بمشاعره تجاهك وحرصه على التواصل معك عن جديد. مولود برج القوس، ما تربط قرارك بالانتقال الى وظيفة جديدة بالظروف الحياتية اللي عم تواجهك بشكل مفاجئ، ونصيحتنا لك ما تأجل هيدي الخطوة لأي وقت تاني بعد. عاطفيا رح تتخطى أجواء الأزمة اللي كانت عم بتشكل خطر عاطفي على علاقتك مع الشريك، ورح تفضل توقف الى جنبه بكل خطوة عم يفكر فيها فيما يتعلق باستقرار علاقتكم سوا. مولود برج الجدي، مجهودك المهني بيستحق الزيادة على الراتب، ورح تجتهد على تحقيق هيدا الأمر بعدة اتجاهات مهنية بوقت واحد، وخصوصا أنه مواقفك أصبحت مرتبطة بتنفيذ هيدا الخطوة. عاطفيا عم بتعاني من عدم استقرار فعلي مع الشريك، وكأنه الأمر بيناتكم أصبح مرتبط بمواقفك السابقة تجاهه، وخصوصا أنها مازالت حاضرة بعقله الباطني بقوة. مولود برج الدلو، عم بتعيش حالة تقشف مالي واضح بسبب الظروف المستجدة، وتبدو متخوف من استمرار هيدا الوضع على حاله لمدة زمنية أطول من هيك. عاطفيا الفلك عم يتحدث عن مصالحة أو تقارب عاطفي مع الشريك، رح تضطرك للحديث عن أسبابك الشخصية المرتبطة بعلاقتكم سوا من باب التبرير عن مواقفك السابقة تجاهه. آخر الأبراج معنا مولود الحوت، عزيز الحوت أصبحت متخوف من أي خطوة مهنية ممكن ترجعك لورا، وخصوصا أنك ابتديت تعاني من خطر أحد الزملاء المتطفل على خصوصياتك المهنية بشكل مؤذي. عاطفيا عم تسعى للتأكد من مدى تأثير مشاعرك العاطفية على الشريك قبل التفاعل مع أي مبادرة تجاهه، وخصوصا أنه الأجواء بيناتكم ابتدت تتحرك نوعا ما إيجابا. هيدي كانت أخبارنا وتوقعاتنا الفلكية لهيدا النهار، إن شاء الله تكونوا حبيتوها، بتمنى لكم بقية النهار يكون كتير حلو. ضلكم بألف خير، وباي باي.